أهلا بكم. أفادت مصادر صحفية أن بلدة تيموليت بإقليم أزيلال اهتزت بدورها على خبر مفجع يتعلق بغرق شقيقتين صغيرتين في إحدى القنوات المائية. ووفق ذات المصادر فالشقيقة الكبيرة كانت تساعد شقيقتها الصغيرة للسباحة بواسطة حبل، إلا أن الضحية انفلتت منها وتوارت على الأنظار لتقوم شقيقتها بالارتماء إلى الماء من أجل إنقاذها، وكادت تلقى حتفها لولا تواجد رجل كان يمر بسيارته بعين المكان ولمحها وهي تصارع الموت، فقفز إلى القناة وتمكن من إنقاذها. ووفق رواية بعض السكان، بينما كانت الطفلة الصغيرة قد اختفت تحت المياه، وبعد بحث كثيف للوقاية المدنية وشباب المنطقة استطاعوا انتشال جثتها اليوم الجمعة وسط صدمة كبيرة لأسرتها وجيرانها. وحلت بعين المكان السلطات المحلية والدرك الملكي، وتم فتح التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات ما حدث، فيما نقلت الجثة إلى مستودع الأموات ببني ملال. هذا وكانت كل من منطقة ولاد سعيد ببني ملال وولاد علي بلفقي بن صالح قد شهدت اليومين الماضيين حادثين منفصلين للغرق أسفر عن مقتل 3 شبان وفتاة، وهو ما توجب على السلطات المختصة القيام بالمزيد من الحملات التحسيسية بجانب الوديان والأنهار والسواق والقنوات المائية ووضع علامات خاصة بمنع السباحة على جميع المواطنين. المشاهد قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.